التربية الإسلامية وانعكاسها أخوي نادر خاصة على الشباب وعلى المجتمع هي مستمدة من التربية الإسلامية. من أين مستمدة؟ هي مستمدة من القرآن الكريم. كنا دائما نفخر بشبابنا ونفخر ببلادنا دائما بأن في لدينا العديد والعديد جدا والعديد من الشباب الذين يحفظون القرآن حتى بين الدول العربية الأخرى. أعتقد وجود المعاهد الدينية التي تعتمد بشكل مباشر على تعليم القرآن الكريم هو حفاظا على الدولة من التطرف وحفاظا على الدولة من سوء الأخلاق وحفاظا على الدولة من المخدرات وحفاظا على الدولة حتى من الانحلال الخلقي. نشاهد كثيرا الغزو الثقافي التي بدأ يكون على شكل سلوك واضح في الملابس وفي الحركات وفي الحلاقة وفي الكلمات. ربما لو كان التعليم الديني كان يحافظ بشكل مباشر على هذا على العادات والتقاليد التي تربينا عليها. التعليم الديني له انعكاس على شخصية الإنسان باعتبار أن الإنسان لما يصبح يقرأ القرآن أنه يشار إليه بأنه حافظ القرآن وأنه يدرس في معاهد دينية فيصبح يستحي أمام الناس أن يقوم بعمل غير أخلاقي أو أن يلبس لبسة غير مقبولة أو أن يقول كلمة غير مقبولة. فمباشرة الإنسان عندما يتعلم التعليم الديني يكون هناك انعكاس مباشر على شخصية الإنسان. فنلاحظ الانحلال أصبح ربما ينتشر بشكل مباشر خاصة من خلال الغزو التي انتشر كثيرا وهو تقليد الغربي. نحن لا نسعى بأن نكون بهذا الشكل. نحن دائما نفتخر بالقيم والعادات والتقاليد والتربية الإسلامية التي تربينا عليها التي نتمنى أن ننشئ أبناءنا أيضا بهذه الطريقة لنحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وصلتنا ببعضنا البعض وأن نكون دينا وسطا وأن نكون بين بعضنا نحمل كل الحب والمودة والتواصل والتراحم. ربما أفسد علينا هذه التواصل كثيرا جدا وهو التواصل الاجتماعي أو التكنولوجيا الجديدة التي دخلت علينا بأفكار غربية ودخلت علينا بمعتقدات أخرى أثرت في مفاهيم كثيرة من بين هذه الأفكار التي وجدت هنا الآن وهي التطرف. وهو التطرف. التطرف عندما يكون الإنسان عندما يكون الشباب على تعليم ديني واعي وعلى حفظ القرآن الكريم منذ البداية لا تدخل إليهم الأفكار الهدامة ولا يدخل إليهم التطرف. نلاحظ كثيرا من الأشخاص الذين كانوا في عمليات تطرف ونحن قمنا بدراسات حتى على نساء داعش وشفنا بعض مقابلات مع هؤلاء نجد أنهم كانوا يحملون في سلوكياتهم يا إما انحراف في السلوك يا إما اضطرابات في الشخصية من بينهم اضطرابات الشخصية الحدية ومن بينهم عدم الحب أو عدم التوافق داخل الأسرة. يعني كان هناك لم يكن هناك تواصل واضح داخل الأسرة. هناك تفكك بين الأسرة. فمن خلال هذا ربما يلجأ هؤلاء الشباب إلى تجربة جديدة ربما تكون داعش أو ربما يكون تطرف من نوع آخر. إذن التعليم الديني إجمالا نرى فيه هو تكوين جيد لشخصية الإنسان التي مستمد من التربية الإسلامية. عندما يتعلم الإنسان القرآن بشكل مباشر وعندما يتعلم رواياته وعندما يدرس ويتدارس القرآن ينعكس مباشرة على سلوكه بمعنى أنه يصبح يتعامل مع الناس بسلوك القرآن لا يستطيع أن يكذب. الناس يقولوا علي الرجل هذا الشاب يحفظ القرآن، هذا الشاب يدرس القرآن، هذا الشاب يردد آيات القرآن، هذا الشاب صوته جميل. فيصبح يصبح يبحث على هذه الكلمات فلا يسرق لا يتكلم كلمات فاحشة. حتى اللباس يتغير عندما يحفظ القرآن. يعني يحافظ على اللبس العربية الجميلة يعني.